أهلا ومرحبا بكم متابعي الكرام، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو وتحت طلب مجموعة من المتابعين والمتابعات سوف أتناول موضوع مشكلة تساقط الشعر والفراغات والصلع إلى قدر الله. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم وصفتين فعالتين ومجربتين تعملان على إيقاف تساقط الشعر، تكثيف الشعر وطول الشعر وكذلك تغذية الشعر. نعلم جميعا أن مشكلة تساقط الشعر أصبحت مشكلة جد شائعة لدى الشباب وكذلك النساء، وهذه المشكلة حسب البحث الذي قمت به فهي لا تعرف عمر محدد. يمكن أن نجد أشخاص يعني أطفال أو مراهقين لديهم هذه المشكلة، وكذلك أشخاص في مقتبل أو متوسط العمر، ويمكن لهذه المشكلة أن تكون وراثية أو لديها علاقة بالتوتر والاكتئاب عفوا، وكذلك الحمل بالنسبة للسيدات، لأنه خلال فترة الحمل وكذلك ما بعد الحمل يعني النساء يعرفن هذه المشكلة بشكل كبير جدا. ولذلك في هذا الفيديو سوف أقدم لكم وصفتين رائعتين وطبيعيتين 100%، ليس لديهم أي أعراض جانبية، بالعكس يعطينا مفعول رائع جدا ابتداء من الأسبوع الأول. ابقوا معي في هذا الفيديو للتعرف عليه. بالنسبة لمكونات الوصفة، العنصر الأساسي والرئيسي في هذه الوصفة وهو العسل الطبيعي الخالص، أي نوع من العسل لا يهم، المهم أن يكون العسل طبيعي وخالص. كلنا نعرف أن للعسل خصائص تجميلية رائعة ومميزة، وهو أيضا مذكور في القرآن الكريم بحيث أنه لديه مجموعة من الفوائد العلاجية سواء بالنسبة للشعر أو أمور أخرى بالنسبة للإنسان. بالنسبة للشعر فهو يطهر فروة الرأس، يغذي الشعر وينعم الشعر، وكذلك يساهم في الحد من تساقط الشعر. كذلك سوف نحتاج في هذه الوصفة إلى بياض البيض، كلنا نعرف أن البيض يتوفر على كم هائل من البروتينات والفيتامينات، ولعلها فيتامين ب الذي يساهم بشكل كبير في إيصال الأكسجين إلى فروة الرأس، وبالتالي يساهم في إنبات الفراغات وتكثيف الشعر وطوله مع الوقت. كذلك في هذه الوصفة سوف نحتاج إلى زيت خروع، وهو زيت غني عن التعريف، يساهم في إنبات الفراغات، يساهم في طول الشعر، يساهم أيضا في كثافة الشعر. كذلك سوف نحتاج إلى كبسولة أو كبسولتين من فيتامين ه. هذه الكبسولة يمكنكم الحصول عليها عند الصيدلية الأقرب إليكم، تساهم أيضا في تطهير الشعر، تساهم في طول الشعر، تساهم في تكثيف الشعر، وكذلك هي يمكن لفروة الرأس أن تمتصها بسرعة كبيرة، وبالتالي يكون لها مفعول رائع على الشعر مع مداومة هذه الوصفة بطبيعة الحال. الآن سوف أنتقل إلى طريقة عمل هذه الوصفة بشكل صحيح كي تعطينا نتيجة رائعة ابتداء من الأسبوع الأول. فقط شيء واحد أريد الإشارة إليه، وأن الوصفات الطبيعية كي تعطينا نتيجة فيجب المداومة عليها من أسبوع إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع إلى شهر حتى تعطينا النتيجة المرجوة. ابقوا معي، سوف أقدم لكم الآن الطريقة لعمل هذه الوصفة. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، يمكننا استعمال خلاط كهربائي، خلاط كهربائي إذا كان متوفر في البيت، أو يمكننا استعمال إناء زجاجي وملعقة خشبية. إذن سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، سوف نحتاج إلى بياض بيضة واحدة أو بيضتين، بياض بيضتين على حسب كثافة الشعر لديكم، سوف نحتاج إلى ملعقتين متوسطتين الحجم من زيت الخروع،
وسوف نحتاج إلى كبسولة أو كبسولتين حسب رغبتكم وحسب كثافة شعركم من فيتامين ه الذي قلت لكم سابقا يمكنكم شراؤها في الصيدلية القريبة منكم. إذن سوف نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس، وبالتالي يمكننا تطبيقه على شعر نظيف، أي بعد أن نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخاص بشعرنا، وبعد ذلك يمكننا تطبيق هذا الخليط على الأماكن المصابة في الفراغات أو في المكان الذي نريد معالجته. يمكننا القيام بهذه الوصفة عفوا في الصباح، نتركها 3 ساعات إلى 4، أو يمكننا القيام بها في الليل ويعني نبيت بها، ليس لها أي أضرار تماما على فروة الرأس. وللحصول على نتيجة جيدة يجب المداومة على هذه الوصفة، وإذا كان بإمكانكم القيام بها كل يوم للحصول على نتيجة في أسرع وقت ممكن. هذه الوصفة التي تشاركتها معكم فهي مجربة وبالفعل أعطت نتائج رائعة، أنا جربتها شخصيا وجربتها عائلتي، أعطت نتائج رائعة مع المداومة وكذلك مع استخدام مكونات بجودة عالية. أتمنى أن تكون الوصفة الأولى قد نالت إعجابكم وسوف تجربونها، والآن سوف أنتقل إلى الوصفة الثانية والأخيرة في هذا الفيديو، ابقوا معي. أما عن الوصفة الثانية في هذا الفيديو وهي تتكون من البصل الأحمر. كلنا نعرف أن البصل يحتوي على مجموعة من المواد المضادة للالتهاب والمضادة للبكتيريا. البصل الأحمر يتوفر أيضا على كميات هائلة من الكالسيوم والحديد والفوسفور عفوا، وهي كلها مكونات جد مهمة للشعر ولنمو الشعر وتقوية الشعر. يتوفر أيضا البصل الأحمر على مادة الكبريت والتي تساهم في تحفيز نمو الشعر وكذلك تساهم في فتح مسامات الشعر، وبذلك هذه العملية تقوم بمساعدة الشعر في النمو وفي الإنبات وكذلك في طول الشعر. بالنسبة لوصفة البصل الأحمر سوف نحتاج إلى عصير بصل أحمر طازج، يمكننا استعماله بمفرده أو إضافة القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. وصفة البصل الأحمر وهي وصفة رائعة جدا وكذلك تمتاز بسرعة إعطاء المفعول، إذا قمنا بعملها على الأقل 3 إلى 4 مرات أسبوعيا من 3 ساعات إلى 4 ساعات. كما قلت لكم يمكننا أن نستعمل البصل لوحده، عصير البصل، ثم نقوم بعمل دلك بسيط في المناطق المراد علاجها، ويمكننا أيضا إضافة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو إضافتهما معا إلى عصير البصل وعمل هذا الخليط، ثم القيام بدلكه، عمل نوع من المساج على هذه المناطق المصابة بأصابع الأيدي وتركه من 3 إلى 4 ساعات 3 مرات إلى 4 مرات أسبوعيا للحصول على نتائج رائعة. إذن كان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم، أتمنى أن تكون الوصفات التي قدمت لكم حول مشكلة تساقط الشعر قد نالت إعجابكم. إذا كنتم تريدونني أن أتكلم عن مواضيع أخرى تهمكم فما عليكم إلا ترك تعليق أسفل الفيديو. أشكركم مرة أخرى جزيل الشكر على متابعة الفيديوهات، وإذا كانت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلك جديدي في كل مرة. إلى اللقاء وإلى فيديو آخر وموضوع آخر.